السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل نائبه وأعضاء وفد اليمن المشارك في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي. رابطة أمهات المختطفين تناشد الضمير العالمي إنقاذ مئات المختطفين المرضى في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم ووفد بلادنا في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الفريق الركن علي محسن الأحمر. وأشاد رئيس الجمهورية بأداء الوفد وقال إن مثل هذه الفعاليات الدولية تمثل زخما إضافيا لدعم اليمن وعاصفة الحزم وجهود الأشقاء في مكافحة الإرهاب بأشكاله وأدواته المختلفة، ومنها التدخلات الإيرانية السافرة والمقيتة في المنطقة. وأكد رئيس الجمهورية موقف اليمن الدائم مع الأشقاء في مواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة والهوية وتشويه قيم وتعاليم الدين الإسلامي السمحة. فيما تطرق نائب رئيس الجمهورية إلى مخرجات المؤتمر وبيانه الختامي وكلمة اليمن في هذا الإطار، وكذلك لقائه مع على هامش أعمال المؤتمر بولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومناقشة قضايا اليمن واحتياجاتها وتطلعاتها المختلفة بما في ذلك معالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة. وأشار الفريق الأحمر إلى ضلوع نظام طهران في دعم جماعات الإرهاب، وأكد على ضرورة إعلان ميليشيا الحوثي وميليشيا حزب الله جماعات إرهابية. قالت مصادر بريطانية إن المجموعة الرباعية حول اليمن ستعقد غدا في لندن اجتماعا وزاريا. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وتراوح المفاوضات السياسية مكانها جراء تعنت الميليشيا الانقلابية وإصرارها على استمرار الحرب واستنزاف مقدرات اليمنيين والمنطقة لحساب المشروع الإيراني الإرهابي. حررت قوات الجيش الوطني التبة الحمراء والقرون السود المحاذية لجبل مرثد الاستراتيجي بصرواح مأرب. هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات على مواقع الميليشيا المتمركزة بمحيط جنوب جبل مرثد وشمال هيلان، فيما تم تدمير آليات وعربات عسكرية للميليشيا الانقلابية في الضيق والمحجزة. وقال مراسلنا إن ميليشيا الحوثي والمخلوع منيت بخسائر فادحة اليوم، حيث تم إحصاء مقتل 14 عنصرا من مسلحيها في معارك شمال هيلان بصرواح. كما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة تبة صياد الشرقية. عقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيل اليوم اجتماعا موسعا مع قيادة وضباط المنطقة العسكرية 3. وتطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا والتفاصيل الجوهرية المتعلقة بسير وأداء المنطقة العسكرية 3 وما تحتاجه من إمكانات مادية وبشرية. وخلال اجتماع الأمس أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بما تقدمه المنطقة العسكرية 3 من تضحيات جسام في ميدان الشرف والبطولة في جبهة صرواح وجبهة بيحان وعسيلان، مؤكدا وقوف القيادة السياسية والعسكرية إلى جانب قيادة المنطقة العسكرية 3 ومنتسبيها والعمل على تلبية كل ما يحتاجونه من متطلبات أساسية. من جانبه عبر قائد المنطقة العسكرية 3 لواء الركن أحمد حسان جبران
عن سعادته بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة ومتابعته المستمرة لأداء وسير العمل الإداري والعسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، مبديا استعداده مع منتسب المنطقة العسكرية الثالثة مواصلة النضال والكفاح إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية في تحرير الوطن من براثن ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي التي انقلبت على الدولة وكل مؤسساتها. أكدت رابطة أمهات المختطفين أنها تفقد العشرات من أبنائها المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجون الميليشيا الانقلابية بشكل مستمر جراء التعذيب الشديد والإهمال الصحي المتعمد بحقهم من قبل الميليشيا الانقلابية. وأكدت الرابطة في وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر في العاصمة صنعاء إنها على وشك أن تفقد المختطف عبد الإله سيلان الذي ساءت حالته الصحية جراء تعذيبه داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء، ولم يتحرك أحد لإنقاذ حياته وإدانة ظروف الاحتجاز القاسية التي يعيشها المختطفون داخل سجون ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع. وقالت الرابطة إنما يقارب 372 مختطفا يعانون من الأمراض المختلفة التي أصيبوا بها جراء اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم وتعمد إهمال رعايتهم صحيا لأكثر من عامين دون وجه حق، مشيرة إلى أن بعضهم أصيب بالجنون وبالجلطات والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض الكلى، ناهيك عن أمراض سوء التغذية والأمراض الجلدية. وطالبت رابطة أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة زيارة السجون وتمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية، وأن تتجاوز هذه المنظمات كل العقبات لإنقاذ المختطفين كما هو دأبهم في كل القضايا الإنسانية. نجيب عبد فاضل سعيد من أبناء مديرية جبل حبش قرية الميهال الأشروح شردته ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بعد أن قتلت والدته وقصفت منزله وأصبح في عداد النازحين المشردين. نتابع. اسمي الكريم نجيب عبد الفاضل سعيد من منطقة قرية المدافن، يعني القز هنا والمدافن. نزحت من هناك لما حصل اشتباكات بالليل، تمام، وحصل هناك اشتباك مع سحرة، ضربوا بقذيفة مدري ايش، صوبوا امي، ورجعنا كنا نصيح له ان 60 سعفه، يعني الساعه 9 بالنهايه سعفني. وصلنا للمستشفى وحي لا هناك، روحنا به ومات اليوم الثاني على طول. كان عندنا امان، ما فيش اي حاجه، ولا في اي حاجه عندنا امان. اجا هجيمه بالليل، وبعدين طبعا انا ما تعور امي نزحت لقريه الاشروح. نزحنا كامل السكان كامل من ناحيه 7 اسر تقريبا او 8، لا طحين ولا سكر ولا غاز ولا معانا شيء. حقنا العيا نازل يا اخي، نزحنا احنا الله حملنا القوال، حقنا الرجل باقه العيا حطيناه نازل، ولا حملنا وعاء، مشينا حاف القدمين احنا والاطفال حقنا. نزحنا وسط الرصاص، مشينا بين الرصاص قدامنا ورانا، ولا حملنا شيء، لا بطانيات ولا فراشات ولا سكر ولا طحين ولا حملنا اي حاجه. لحالنا نمشي لحما وصلنا هنا، ولا ما ذنبنا ولا معانا اي حاجه، معانا من عطيف بعد السواد ولا بعد البقاء، لا عندنا لا اسلحه ولا عندنا اي حاجه. طرد ان احنا من القرى ولا معانا اي حاجه. انا المعيشه حقنا يعني حي الله، تمام، ما في شيء، ربك يساعد معانا اهل الخير، ندلونا خبز ندو معانا بطانيات، ما فيش فرهشات، حطيت بلادك ومشيت مساعدين بالطرق خلاص تمشي من تخرج من البيت تبكي، ما تشتي تفارق بيتها لما تخرج من البيت. ها مشرد ان احنا تم ما عذرتش انا. قالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة إن رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة شيخ هاشم محمد نجيب علي صغير شامي
قتل في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة حتى الآن، ولم تشر هذه المصادر عن ملابسات ومكان قتله. وقال أحد أقاربه لمراسل قناة سهيل إن الشيخ شامي قتل بالخطأ وبسلاحه الشخصي نوع مسدس دون إضافة أي معلومات أخرى. من جهة أعرب وكيل أول محافظة الحديدة عن عميق أسفه لفقد قامة وهامة وطنية بحجم الشيخ هاشم محمد نجيب، وقال نستغرب إصرار البعض على التعتيم والتضليل في حادث مقتل الشيخ شامي الغامض، لا سيما وهو يتمتع بوافر الصحة وله مواقف معارضة لسياسة الميليشيا الحوثية، وقد تعرض للاختطاف في وقت سابق، وطالما رفض وعارض كثيرا من تصرفاتهم الهمجية ووقف ضدها بقوة وبمسالة. قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع اقتحمت منزل المحامي وليد القاضي في مدينة الحديدة وأودعته في أحد سجونها، وأعرب محامون وحقوقيون في المحافظة عن إدانتهم لجريمة اقتحام منزل المحامي القاضي والزج به في السجن. وأوضح الناشطون والمحامون في بلاغهم الصحفي إن مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي قاموا باختطاف المحامي وليد حسن سعيد القاضي من داخل منزله في شارع المطار بالحديدة بعد اقتحامه وترويع أسرته ووالديه المسنين بطريقة مهينة ومنتهكة للكرامة الإنسانية، واقتياده إلى قسم اللقية في المدينة خارج القانون ومن قبل أشخاص لا يحق لهم اعتقال الناس بأي شكل من الأشكال. واعتبر البلاغ اقتحام منزل المحامي القاضي واختطافه من الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي وانتهاكا صارخا للدستور والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية والأعراف الدولية والمحلية الضامنة لحقوق الإنسان. تشهد مدينة الحديدة انتشارا واسعا للأسواق السوداء المتجولة للوقود ومكاتب صرافة العملات. وتناقل ناشطون في الحديدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأشخاص يبيعون البترول والديزل في سيارة صغيرة كسوق سوداء متجولة، وكذلك سيارة صغيرة للصرافة في الوقت الذي يصل فيه سعر اللتر الواحد من الوقود إلى 1800 ريال. وقالت مصادر محلية لمراسل قناة سهيل إن ما يحدث في محافظة الحديدة يتم تحت إشراف ورعاية قادة وسماسرة ميليشيا الحوثي والمخلوع الذين يتاجرون بأقوات المواطنين وحقوقهم، وذلك من خلال سوق سوداء تضاعف من مأساة أبناء الحديدة المنكوبين بالميليشيا والجوع والفقر والمرض. يشار إلى أن إخفاء ميليشيا الحوثي والمخلوع للوقود وحصرها على التجار التابعين لها في السوق السوداء يسبب كارثة لقرابة 3 ملايين نسمة، خاصة بعد توقف العشرات من مالك الدراجات النارية والباصات عن العمل لعدم قدرتهم على شراء البترول بسعره الخيالي. أزمة انخفاض سعر العملة الوطنية والمشتقات النفطية وارتفاع سعر المشتقات النفطية لا تزال تلقي بظلالها بشكل مخيف على أوضاع المواطنين المعيشية في محافظة الضالع. التقرير التالي والتفاصيل. من يوم لآخر تتفاقم أزمة المشتقات النفطية واختفائها من الأسواق في محافظات الجمهورية، مخلفة وراءها حالة من المعاناة في أوساط المواطنين لما لها من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات. القوت الضروري تجاه الأسر أصبحت معاناتها كبيرة بسبب الخبزة، هذه أصبح غير متوفرة داخل السوق. الدبل البترول ب 12000 غير موجودة، الديزل بسبعة بعشرات 12، المهم السعر ما عاد تدري تبكر الصبح ب 20 تمسي بالعشية ب 50، أصبح السعر عندنا غير معروف. محافظة الضالع كغيرها من المحافظات حيث يعتمد السكان في الأساس على الزراعة كمصدر للدخل، فيما يمثل ذوي الدخل المحدود القطاع الأكبر من السكان، ضاعفت الأزمة من معاناتهم بشكل لا يطاق. نشي وجدنا النفط، نزلنا الأسعار، التجار هذا كل واحد مع أسعار، كل واحد يصلي على السعر من رأسه، وكل حاجة هذه شيء لا يركب ولا يمشي. الأزمة لا زالت موجودة والمواطن لا زال يعاني من هذه الأزمة ومن ارتفاع الأسعار وخاصة في المشتقات النفطية.
وكما هو حال البلد كل مرة، فإن اختفاء مادة البترول والديزل من المحطات دفع بالكثير من التجار إلى احتكار المواد الأساسية وفي مقدمتها الدقيق والسكر وغيرها، والتلاعب بأسعارها في ظل غياب تام للسلطات. المعاشات مش موجودة، والكيس الدقيق في ارتفاع مستمر، والمواد الأساسية في السوق، ويعني عن المشتقات النفطية انعدامها وتبيعها في السوق السوداء. نطالب الحكومة هي المسؤولة عن هذا الشيء، فعليها أن تضبط الأمور، لأنه يترتب على غلاء البترول وانعدامه على المواطن في شراء المواد الغذائية الأساسية. أزمة الوقود لم تنعكس على حركة السير وارتفاع أسعار السلع فحسب، وإنما أثرت وبشكل كبير على وضع المزارعين وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم بين فكي ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع. تفقد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني يوم أمس المعهد التجاري بمنطقة فوة بالمكلا، واطلع على سير العملية التعليمية في المعهد والصعوبات التي تواجهه والخطط التطويرية. إلى ذلك دشنت الدورة التدريبية الأولى في نظام رخصة القيادة الدولية، نظام ACD، للهيئات التدريبية والتدريسية بالمعهد في إطار خطة تحديث وتحسين المناهج العلمية بالمعاهد التقنية والمهنية لمواكبة الحداثة العلمية ومتطلبات سوق العمل، التي يرعاها المحافظ البحسني ويقيمها مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة. ووجه المحافظ بسرعة تجهيز دراسات إعداد ترميم 3 من المباني داخل المعهد، والتي بنيت في الثمانينيات وخرجت عن الجاهزية منذ عدة سنوات. إلى ذلك أقيم بمدينة المكلا يوم أمس الحفل الختامي لمشروع تدريب وتأهيل معلمات مراكز وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بساحل ووادي حضرموت بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وتنفيذ مؤسسة حضرموت للتوحد. واستهدف المشروع المعلمات العاملات في حقل الاحتياجات الخاصة بساحل ووادي حضرموت. مدير عام مديرية المكلا عوض بن هامل أشاد بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسة حضرموت للتوحد وما تقدمه من عناية وتأهيل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الأقسام التي تضمها المؤسسة في جنباتها، وأعرب عن شكره وتقديره الخاص لقيادة مؤسسة العون للتنمية وجهودها في التدخلات المجتمعية المتنوعة واهتمامها بالجوانب التعليمية والتأهيلية في المحافظة بساحلها وواديها. استقبل الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن عيسى القرشي المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي بمكتبه الدكتور ناصر علي المرزقي مدير عام مكتب الصحة في محافظة شبوة، الذي قدم شرحا مفصلا عن الوضع الصحي في المحافظة بشكل عام ومستشفى عتق الذي قامت ببنائه دولة الكويت في منتصف سبعينيات القرن الماضي بشكل خاص، حيث أوضح الدكتور ناصر المرزقي أن المستشفى كان عبارة عن مركز صحي يستفيد منه 150 ألف نسمة، ثم تم تطويره ليصبح مستشفى عام يقدم خدماته لنحو 600 ألف نسمة، وهو يعاني اليوم من تشققات في السقوف والجدران والنوافذ ونقص السعة السريرية والأشعة المقطعية والكادر الطبي والمستلزمات والمعدات الطبية والتكييف والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وأكد مدير عام مكتب الصحة في محافظة شبوة إن مستشفيات بيحان وعزان وعتق تعيش ظروفا صعبة، كما أنها تواجه صعوبة كبيرة في تقديم الخدمات للمرضى نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بلادنا. من جانبه أوضح الشيخ أبو إسماعيل إن محافظة شبوة لها أولوية في خطة عمل صندوق إعانة المرضى الكويتي، وتم تخصيص العديد من المستلزمات الصحية والاحتياجات الأخرى لها، وفعلا تم تسليمها في السابق عدد من سيارات الإسعاف ومولد كهربائي وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الأخرى. وطالب الشيخ أبو إسماعيل من مدير عام مكتب الصحة في محافظة شبوة
تقديم دراسة كاملة عن احتياجات مستشفى عتق والكلفة الإجمالية لعملية الترميم وإعادة التأهيل لإدراجه ضمن خطة العمل القادمة. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. رئيس الجمهورية يستقبل نائبه وأعضاء وفد اليمن المشارك في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي. رابطة أمهات المختطفين تناشد الضمير العالمي إنقاذ مئات المختطفين المرضى في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.